نقلكم بس بدنا نقلكم شغله هذا اللي عم يتقوصوا علينا هذا اسمه سيد الدموع هذا بيجيبوه بالدولار الدولة اللبنانية مع دولار لتجيب هذا لترسوا علينا يلي كل وحدة منهم قد ما عاشك على شهر هيدي الدولة بس ابنك وامك واختك تطلب دواء الدولة اللبنانية عم تقول ما عندنا دولارات لنجيب لك دواء بس عندنا دولارات لتعطيك انت وياه لتعوصوا علينا ولك انتم بدكم الثورة أكثر من نحن ولك انتم مزدولين أكثر منا نحن لك هيدي دولة الزبالة هيدي الدولة اللي عطت الإذن لتبيع المدني يفوت ويطفي اليورانيوم مدري شو وعرفاني في دواء يعني الدولة عم تطلع على المحنة الدولة اللي بدها تقدم رح يكون هنا الوقت